أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة عالم أمين. إن شاء الله تكونوا بخير. في الفيديو هذا باش نتعرفوا ما هو أفضل، الربح من اليوتيوب ولا الربح من التدوين. باش نتحدث عن تجربة شخصية. محتوى هذا الفيديو باش نحكيه منذ البداية كيف ننطلق في الربح وكيف نربح من هذه الطرق، بالإضافة باش نقدم لكم تجربتي الشخصية وأرباحي في آخر شهر من هذه الطرق. كذلك باش نشوفوا الفرق ما بين الربح من اليوتيوب والربح من التدوين بطبيعة الحال كله عبر جوجل أدسنس. وفي نهاية الفيديو إن شاء الله نقول لكم ما هو أفضل وحسب رأيي الشخصي وبالأرقام إن شاء الله في هذا الفيديو. لكن قبل هذا ما تنساوش الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد يخص العمل وربح من الانترنت من قناة عالم أمين. ولا عنده استفسار واي تساؤل يجي متواصل معنا على الصفحة الرسمية الخاصة بنا عالم أمين على الفيسبوك وحسابنا على الانستغرام، الرابط القهوة في صندوق الوصف. قبل ما ننطلقوا في الشرح ونشوفوا كل المحاور اللي قلنا عليهم، ان شاء الله تجربتي تلقاوها اسفل الفيديو في صندوق الوصف. كنت انا كتب مقالة على هذا الموضوع باكمله، تلقاوا فيديوهات كيف نربح من اليوتيوب، كيف نربح من الموقع، واشياء وتفاصيل يمكن ما نذكرهاش في هذا الفيديو تلقاوها في المقالة اسفل الفيديو في صندوق الوصف. ننطلقوا في الربح من اليوتيوب. هو مش ربح من اليوتيوب بطبيعة الحال، الربح من جوجل أدسنس. هي شركة إعلانية كبيرة جدا، رقم واحد في هذا المجال. ما علينا إلا نقوم بإنشاء قناة، وأنا كنت أذكرت كيف نقوم بإنشاء قناة بطريقة سهلة وبسيطة جدا. وكذلك بطبيعة الحال تنشر فيديوهات، لازم يكون المحتوى حصري. وأنت كنت مع أنشأت الفيديوهات هذه ما غير ما حقوق طبع ونشر، ما تاخذ فيديوهات من عند ناس أخرى، لازم يكون محتوى حصري. بالإضافة إلى هذا لازم يكون 4000 ساعة مشاهدة لفيديوهاتك الكل في أقل ما نقوله في عام كامل 365 يوم. بالإضافة إلى هذا أكثر من 1000 مشترك، وما يكون عندك حتى إنذار كان جاك في فيديوهاتك. هذه بسطة على كيف نستطيع العمل والربح بطبيعة الحال من إعلانات جوجل أدسنس اللي تظهر. نمشيو لكيف نربح من التدوين وكيف نربح من كتابة المقالات. شخصيا أنا نشتغل على بلوجر، هي منصة مجانية تقدر تسجل فيها بطريقة سهلة وبسيطة جدا. كنا شرحت هذه الطريقة، تسجل فيها بطريقة بسيطة، يولي عندك موقع، تعمل قالب حتى مجاني مثلا، حتى مشكلة من المستحسن انك تشري دومين يعني .com ولا .tn ولا موركي الكل، وتكتب مقالات حصرية كذلك يلزمهم يكونوا يتجاوزوا 300 كلمة، اكثر من 20 مقالة على حد الادنى، وصور يلزم يكون ما فيهمش حقوق طبع ونشر، ومن المستحسن انك تختص في مجال معين وترسل المدونة ولا الموقع الخاص بك الى جوجل ادسنس. وفي صورة ما وفي صورة القبول يولي يظهر الاعلانات في الموقع الخاص بك. كما قاعدين تشاهدوا هذا الموقع الخاص بي، اكيد اغلبكم يعرفوه، وهذا اعلان من الاعلانات اصدقائي. هذا كله من مقالات كنت كتبتهم، تكتب المقالات وتروج، وهذه طريقة أصدقائي الربح من التدوين، الربح من كتابة المقالات. الآن ننطلق إلى الأرباح التقريبية وتجربة شخصية وربح الشهر الماضي. على سبيل المثال باش نقولوا تو بنذكروا الربح من اليوتيوب. كما قاعد تشاهدوا هذا استوديو محتوى، أي شخص عنده قناة يجب يدخل الاستوديو هذا ويضغط على دوني أناليتيك الإحصائيات. كما قاعد تشاهدوا الآن 34 دولار مع الأرباح التقريبية، 40,000 مشاهدة في آخر 28 يوم أصدقائي. هذه معناتها تكونوا حذرين منها، مش ربحكم هذا الشهر، ربحكم من 30 أوت إلى 26 سبتمبر. تقدر تغير هذه أصدقائي كما قاعدين نشاهدوا الآن. سبتمبر، نضغطوا على سبتمبر باش نشاهدوا هذا. نقولوا احنا العديد من الناس تتسائل كم نربح من 1000 زيارة، كم نربح من 1000 مشاهدة أصدقائي مش زيارة. الآن نشاهدوا كم سنربح. نضغطوا على ريفينيو، لكن السؤال هون يا أصدقائي، احنا نربحوا على 1000 مشاهدة وإلا لا؟ محب نقول لكم أصدقائي الربح يكون من مشاهدة الإعلانات، معناتها زوار كان شاهدوا إعلان أنت تربح منه، كان ما شاهدوا حتى ما جاهم حتى إعلان أنت ما تربح حتى شيء. لكن هون اليوتيوب يسهل لنا المأمورية. مثال احنا كما قلنا عندنا 40,000 مشاهدة، وهذه الـ RPM أصدقائي يعطيك معناتها
كم ستربح من 1000 مشاهدة، مثال 0.92 مع تتضرب على عدد المشاهدات وتجيك هذه الأربعة أصدقائي. هذه بالنسبة للـ RPM. بالنسبة للـ CPM هذه 2.82 دولار، هي مع تكلفة أي مع واحد بشي يعمل إعلان يتوجه لجوجل أدس يقدم 2.82 دولار. هذا المعلن كم يدفع لشركة جوجل أدس، وإحنا ناخذوا النسبة هذه، وكذلك جوجل أدس ويأخذوا النسبة، ويمكن كذلك ثم ضرائب في بالنسبة لهذه الأمور. والآن باش نتحدثوا على أرباح التدوين، وكما قلنا من الموقع ومن ربح من الإعلانات. هذه معناتها يوم من أيام هذا الشهر كما قاعدين نشاهدوا 532 جاتني زيارة، مع تكلفة النقرة 0.190 مليم بدينار تونسي أصدقائي، و 17 نقرة معلينا إلا مع نحسب عدد النقرات اللي هو 17 كما قاعدين نشاهدوا، نضغطوا 17 في 0.19 واللي هي 3230 مليم تونسية. هذا بالنسبة للربح. لكن أصدقائي باش ندخلوا تو في الفرق ما بين الربح من التدوين والربح من اليوتيوب. بالنسبة للربح من التدوين وكتابة المقالات، أنا نشوفها ما هيش ثابتة أصدقائي. على تو باش نذكركم مع يوم من أيام تعدى عليا في كتابة المقالات كما قاعدين تشاهدوا. هذا اليوم تحصلت على 328 زيارة وما ربحت حتى شيء، صفر نقرات، صفر تكلفة نقرة. لكن علاش هذا بطبيعة الحال؟ نسبة النقر تو دو كليك طايح صفر، ما جاتني حتى كليك. لكن هذه حصلت لي مرة ولا اثنين فقط، ما تصيرش ديما. لكن هوني سؤال، إجابة على سؤال، يعني الربح من كتابة المقالات من زيارات، معناتها 1000 زيارة تربح كذا، تقدر تجيب 1000 زيارة وتربح النسبة قليلة ولا ما تربح حتى شيء كما قاعدين نشاهدوا. على سبيل المثال هذا النهار كم ربحت أصدقائي كما قاعدين نشاهدوا؟ 1000 زيارة 0.290، يعني 290 فرنك على 1000 زيارة، لأنه ما ثماش عدد نقرات كما قاعدين نشاهدوا. نعملوا هكاكا 328 في 0. يعني ربحنا 95 فرنك في هذا اليوم لأنه ما ثماش نقرات. وهذا اللي ما يعجبنيش في التدوين نوعا ما، يمكن يتعدى لك يوم ممتاز وتربح نسب ممتازة، ويمكن يوم ما تربح حتى شيء وتربح نسب قليلة، على عكس اليوتيوب واللي هو نقدروا نقولوا يعني ربح تقريب شبه ثابت. يعني كما قاعدين نشاهدوا الار بي ام، احنا ما قلنا الار بي ام هو الربحك على الالف مشاهدة كما قاعدين، ولو انه هو مش ثابت اصدقائي كما قاعدين نشاهدوا. هوني 0.74، هوني 0، هوني 1.16 دولار، هوني كذلك 1.56، لكن ديما الارباح موجودة. ولو انه ما نجموش نقارنه، لانه انا في معناتها يوميا نتحصلش على 1000 مشاهدة، 1500 مشاهدة، والأدسنس وبطبيعة الحال التدوين نتحصل على 300-400 زيارة. وفي هذه النقطة وصلنا، ما هو أفضل، الربح من اليوتيوب ولا الربح من التدوين؟ باش نحكي حسب تجربتي الشخصية وحسب معناتها رأيي أنا، معناتها يلزمني كان أنا، ما هوش مربوط بالعدد وبالربح. انا نشوف اللي هو معناتها الربح اليوتيوب احسن، لانه كما قلنا ثابت، ولو انه الارقام تقول عكس هذا. انا نقول علاش الربح من اليوتيوب افضل، لانه انك تجم تجيب مشاهدات اسرع من معناتها الموقع والربح الموقع، تقدر لانه الموقع فيه معناتها منافسه كبيره. كذلك معناتها المقالة باش توصل لك معناتها في الترتيب الاول ولا الثاني في البحث تحب لك مدة، هذاك علاش تجيب معناتها زيارة قليلة. واليوتيوب تقدر معناتها في لمح البصر تقدر تجيب مشاهدات عالية، كونه الالغوريتم الخاص باليوتيوب يجم يطلع لك فيديو في اي لحظة كانت. معناتها الربح
والمشاهدات تكون أسرع من الموقع. الآن باش نمشيو للإحصائيات والربح أصدقائي، باش نحكيو مستر شيفر معناتها بالأرقام الربح. به نرجعو لستوديو المحتوى، منشئي المحتوى، غيرناه 28 يوم باش نجمو نقارنو أصدقائي. كما قاعدين نشاهدو هوني 34 دولار في 28 يوم، تقريبا احنا باش نحسبوا هذه 0.89 دولار على 1000 مشاهده. هذه ناخذوها اصدقائي. نرجعوا للربح من التدوين وكتابه المقالات. كما قاعدين نشاهدوا هذا ربحي باش نحسبوه الان، نقدروا نحسبوا بطريقه اخرى اللي هي 9.2 معناتها 9000 زياره نضربوها في 1000 ظهور للصفحه، نضربوها في 5.190 تقريب 47 دينار تونسي أصدقائي. باش نغيروها إلى الدولار نقسمه إلى 2.97، هذا بالنسبة لتونس أصدقائي تقريب 17 دولار. يقول القائل هوني الربح من اليوتيوب أحسن لأنه 34 دولار وهوني 17 دولار كما قاعدين نشاهدوا، لكن كما قاعدين نشاهدوا هوني 9000 9000 زيارة في الموقع، وبطبيعة الحال في اليوتيوب 40000، يعني من نجموش ده في قناتنا على اليوتيوب. لكن هوني باش نعملوا حسابات قليله باش نحاولوا نقربوا ونعرفوا ما هو الافضل في الربح، التدوين والا اليوتيوب. بطبيعة الحال حسب قناتي وحسب موقعي، معناتها كل شخص وعنده معناتها ظروفه، كل شخص زياره منين يجيبها، كل شخص فيها الوقت معناتها الفيديوهات اللي قام بهم والمشاهدات منين، والعديد من الامور تدخل فيها. هذا حسب تجربتي الشخصيه باش نقوموا. كما قلنا احنا الألف مشاهده في اليوتيوب هي 0.89 دولار، لكن بالنسبة لكتابة المقالات احنا حسبنا هوني اصدقائي الربح الشهري من التدوين وكتابة المقالات 17.11 دولار، ما علينا الا نقسموها على عدد الزيارات 9.2 تجينا الالف، معناتها نقولوا الالف مشاهد الالف زيارة في الموقع تساوي 1.86 دولار كما قاعدين هوني تشاهدوا أصدقائي. يعني الربح من كتابة المقالات أحسن وأفضل بالنسبة للربح، لكن فيه صعوبة، فيه صعوبة أنك تكتب مقالات وتتصدر وتجيب زيارات. أنا زيارات هذوم اللي جبتهم بطبيعة الحال نقوم بنشر فيديو ونوضع المقالة الخاصة بي في صندوق الوصف في الديسكريبسيون. ونحب نشكركم أنكم على الدعم والمشاهدات والزيارات وزيارة بطبيعة الحال على الموقع الخاص بنا. إلى اللقاء، وإن شاء الله رب إن شاء الله يوفق الجميع. إن شاء الله في فيديوهات قادمة نتحدث على هذه المواضيع. إلى اللقاء، والله يوفق الجميع.